بسم الله الرحمن الرحيم. الآن معانا كابتن محمود في مشروع مسرحية توم وجيري، تدريب كابتن محمود. يتفضل كابتن محمود يشرح لنا ليش تدريب كابتن محمود. السلام عليكم. تدريب كابتن محمود لأن أنا مريت بخبرة المسرح وأقدر أدرب ناس زيي يطلعوا يمثلوا على المسرح. كابتن محمود يعني عمل مسرحية وعنده مسرحية، كل اللي يقدم معايا هنعمل المسرحية دي كبداية، بعدين نكمل في مسرحية توم وجيري. وتوم وجيري طبعا يعني مشكلة بتواجه كل العصر يعني. فكابتن محمود بإذن الله يدربكوا على أساس المسرح، لأن مر بالخبرة ديت ومطلع عرض على المسرح، فبإذن الله احنا مستهدفين حوالي 25-50 واحد ندربهم ونطلع بالمسرحية على المسرح، ونستمر بقى على طول مع بعض في المسرح. بس والله مش عارف اقول ايه. انا اتكلمت عن نفسي وليه كابتن محمود بس. طيب يا كابتن محمود، احنا المسرحية دي قلنا تدريب كابتن محمود، يعني انت احتكرت التدريب له، لكن انت ما بتدرب على، انا بتدرب من خبراتك على كيف تكون او كيف تتدرب حتى تعمل مسرحية. احكي لنا عنه، يعني مثلا تدريب مدة اسبوعين مثلا، يتدرب عندك الشخص حتى يقدر يكون يعني تدريب انه يكون ممثل في المسرح. احكي لنا عن هذا الشيء في تدريبك. هو اولا لازم يعرف عن ايه تمثيل، دي اول حاجه في المسرح نعرفه عن ايه تمثيل، بعدين يعني نبدا نخليه يكسر خوفه ونعلمه طبقات الصوت. نأسس في المسرح طبقات الصوت، ازاي يتكلم، ازاي صوته يبقى عالي، يعني بيبقى فيه حوالي 3 بروفات تدريب نفس، بس ان هو ازاي ياخد نفسه وياخده ازاي صح، ما ياخدش النفس غلط يعني عشان يعرف يتكلم على المسرح. ان اغلبيه المسارح بتبقى المايكات عاليه، لازم صوتك يبقى عالي عشان الجمهور كله يسمعك. دي حاجه. تاني حاجه تكسر خوفك ان انت تطلع تقول اي حاجه في اي حته، يعني ممكن في اي حته، في ميدان، في الشارع، في اتوبيس، في مترو، في اي حته تقول لك قوم اعمل مشهد تقوم تعمله، يعني ما تكسر حاجز الخوف بتاعك. بس وبعد كده بيبقى في تمارين تانية بتواجه نفسك، تقعد مع نفسك، يعني تخش زي أوضة ضلمة you
ركز على اللي قدامك، شوفه بيعمل ايه تعمل زيه بالظبط، تمرين اسمه تمرين الملاية. يعني النزل قليل في المسرح، يعني هو أغلبية المسرح كله عملي، تدريبات، تمرينات صوت، تمرينات واقفة، تمرينات تتعلم ازاي مربعات المسرح، كم مربع في المسرح، فوق فين، انتكس يعني ايه، يعني كذا كذا تعابير يعني عن المسرح. لكن بالنسبة للنظري وكده، والنظري كله أغلبيته في النص، بنعلمك ازاي النص، حتى لو مش بتعرف تقرا يعني مش مهم يعني. هو أغلب يعني لازم العملي أكتر، يعني السمع والأفعال وكده، لكن النظري قليل، مفيش نظري كتير في النص. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان موجودين في قرف شركه مركز مصر للتدريب، هذا العنوان. طبعا جوال الكابتن محمود، معانا الكابتن محمود. خلاص تمام، انا اسمعك دلوقتي. موجود يوتيوب بعنوان مسابقة سارة بنات، تصوير كابتن محمود. ونحن الآن في المكتب، بسم الله الرحمن الرحيم. الآن معانا كابتن محمود في مشروع مسرحية توم وجيري، تدريب كابتن محمود. يتفضل كابتن محمود يشرح لنا ليش تدريب كابتن محمود. السلام عليكم. تدريب كابتن محمود لان انا مريت بخبرة المسرح، واقدر ادرب ناس زيي لو بيمثلوا على المسرح. كابتن محمود يعني عمل مسرحية وعنده مسرحية، كل اللي يقدم معايا هنعمل المسرحية دي كبداية، بعدين نكمل في مسرحية توم وجيري. وتوم وجيري طبعا يعني مشكلة بتواجه كل العصر يعني. فكابتن محمود بإذن الله يدربكوا على أساس المسرح، لأن يعني مر في الخبرة دي وطلع عرض على المسرح. فبإذن الله احنا مستهدفين حوالي 25-50. طيب يا كابتن محمود، نطلع بالمسرحية على المسرح، احنا بنستمر بقى على المسرحية دي المسرح. قلنا تدريب كابتن محمود، يعني انت احتكرت التدريب له، لكن انت ما بتدرب على، انا بتدرب من خبراتك على كيف تكون او كيف تتدرب حتى تعمل مسرحية. احكي لنا عنه، يعني مثلا تدريب مدة اسبوعين مثلا، يتدرب عندك الشخص حتى يقدر يكون يعني تدريب انه يكون ممثل في المسرح. احكي لنا عن هذا الشيء في تدريب. هو اولا لازم يعرف عن ايه تمثيل، دي اول حاجه في المسرح نعرفه عن ايه تمثيل، بعدين يعني نبدا نخليه يكسر خوفه، ونعلمه طبقات الصوت من أساس المسرح. طبقات الصوت ازاي يتكلم، ازاي صوته يبقى عالي، يعني بيبقى فيه حوالي 3 جروبات تدريب نفس، بس ان هو ازاي ياخد نفسه ويعوز ازاي صح، وما ياخدش النفس غلط يعني عشان يعرف يتكلم على المسرح، لان اغلبيه المسارح